هو الماضي اللي منه زين، اللي زين كامل يرسخ في الأرض يدير جذوره في الأرض، اللي منه زين باقي قائم، واللي منه ما هو زين انتهى دفن. وانفتحت صفحة جديدة، مازال أوراقها بيض ومازالت كتابها زين مولانا، متجهة إلى الخطوط العريضة الآتي. أولا، أن هذه المصالحة يترتب عنها بأن الصحراء كل ما كانوا يطالبون به من حقوق سياسية وحقوق اقتصادية وحقوق اجتماعية وحقوق ثقافية تمت الموافقة عليه. مكانتكم، صلتكم بجلالة الملك المباشرة، مكانتكم كركيزة أساسية، كمكون أساسي، كمكون أساسي للمملكة المغربية، ماشي مكون إضافي أو مكون احتياطي أو مكون قابل للتغيير أو خاضع لظروف أو خاضع لمناورات سياسية، لا، كمكون أساسي وركيزة أساسية من الدولة المغربية أي المملكة المغربية. هذا أولا. وتترتب عن خلق هذا المكون السياسي، هذه الركيزة الأساسية، تخلق من بعدها، ترتب عليها حقوق، وهذه الحقوق تتعلق أساسا بحق المواطنين في تسيير شؤونهم السياسية، ماشي فقط الاقتصادية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يعنيهم في محلهم، هذه الركيزة، هذا المكون اللي ولا جزء أساسي مشهود له من الشعب المغربي كافة، لأن الشعب المغربي حول جلالة الملك، مشهود له من المنتظم الدولي، مشهود له من الدول الكبرى، مشهود له من الجميع بأنه هذا المكون تترتب عنه حقوق سياسية، وتترتب عنه حقوق اقتصادية، وتترتب عنه حقوق اجتماعية، وتترتب عنه حقوق ثقافية، معنى شخصيته للصحراء، ذراعتهم، ملحفتهم، تقاليدهم، احترامهم الكبار، طريقتهم للسلام، طريقتهم لتعامل الخلافات الداخلية، طريقتهم للتصالح ما بيناتهم، طريقتهم لأعرافهم، طريقتهم لكل ما يترتب عن الشأن الثقافي أو التراثي لأبناء هذه المنطقة هو جزء من ذي القضية. وبطبيعة الحال هذا المشروع التاريخي ما عمره كان في المغرب. المغرب دولة مركزية أساسا، صحيح بأنه في السنوات الأخيرة المغرب اتجه إلى تسيير شؤونه عن طريق اللامركزية، وتم إنشاء جهات وإنشاء مؤسسات جهوية، لكن هذا مرحلة أخرى متطورة، هذا مرحلة أخرى لا تساوي إلا الدول المتقدمة جدا الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومثل إسبانيا ومثل بريطانيا العظمى ومثل فرنسا ومثل إيطاليا ومثل ألمانيا ومثل الهند، أي الدول اللي شخصيتها تاريخها يسمح لها بأنها تترتب بشكل يجعل بأنه كل المكونات تكون عندها كلمة، يكون عندها وزن، يكون عندها حضور في طاولة الهم العام اللي هو يسير البلاد بصفة عامة. ولكن هذا المشروع هو معطي على أساس بأن الدولة المغربية قد تصبح تسير بهذا الشكل باش الماضي ما يكونش. الصحراويين كانوا منذ القديم يقولوا احنا مسدود، مقفولة الأبواب بيناتنا احنا والملك، خالق
ابواب مقفوله منذ القديم، كنا نسمعوها احنا تركا صغار وحنا نسمعوها وعاشتها الناس. احنا الملك نبقوه ويوقي بالملك، والمغرب بلدنا نبقوه يا غير محيول بين احنا وهو. هذه المعضله انتهت، وهذا هو لب المصالح، وهذا هو صميم المصالح، وهذا هو النظرة التاريخية في المصالحة، بأنها ما هي موضوع معدل بين الصحراويين والحكومة، أو بين الصحراويين ووزارة، أو بين الصحراويين ومجلس النواب. لا، جلالة الملك أمير المؤمنين. ثم أن هذا المشروع هو مديور باش كل المؤخذات، إنما بلدتنا ما هي خالقة في المغرب، وبأننا اضطهدنا، وبأننا وقعنا إذا مات لخالق انتهى، يا غير مشروط بأن هذا المشروع وهذه الخيارات كلها وهذه القرارات الملكية التاريخية التي لم يسبق لها مثيل. صحيح بأن الدولة المغربية كانت تتكلم عن الجهوية والجهوية الموسعة وكذا وكذا، ولكن لم يكن قرارا ملكيا مضبوطا يعلن على الـ على الـ على الأشهاد، يعلن على الأشهاد. لا، يلا يوم 25 مارس 2006 اللي أصبح هذا مشروع وطني مغربي يقوده جلالة الملك نصره الله بنفسه على الصحراويين بطبيعة الحال، وعلى رأسهم الصحراويين الذين يساندون الوحدة من دول الوهلة الأولى في كل مكان، مش فقط في السمارة، في كل مكان، أن يفهموا هذه الرسالة وأن يعرفوا بأنهم صبحوا فاعلين، بأنهم أصبحوا مستهدفين مباشرة، مخاطبون مباشرة. ها هو اللي كنتوا تلوذوا له، تلوذوا بصلة مع جلالة الملك، راح تلوذوا لحضور سياسي يضمن لكم كل ما يترتب عليه، يضمن لكم التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، شخصيتكم، ضمان شخصيتكم. ولا يمكن لأحد أيا كان أن يغير ذا الوضع الجديد، أو يدخل عليه تعديلات، أو يكون يعني خادع لفترات الدهر أو الزمان. لا، محفظ في السجل العقاري بطبيعة الحال. هذا كل ما كانوا يطالبوا به كل الذين ساروا في خط الوحدة من الأول، ولكنه في نفس الوقت يخاطب جبهة البوليساريو مباشرة، والصحراويين اللي في مخيمات تندوف، والصحراويين اللي في موريتانيا، والصحراويين اللي في إسبانيا، والصحراويين اللي في فرنسا، فين ما كاينين الصحراويين. أسستوا انفصال لأسباب سياسية، قلتوا بأنكم مكانتكم في المغرب ما كانت مضمونة، وقلتوا بأنكم حقوقكم غير مؤكدة في المغرب. انتهى هذا الأمر، المغرب هذه العقدة ما بقت عنده، ما بقى عنده أي نوع من التحفظ ولا أي نوع من العقدة بأنه يقول نعم حقوق سياسية والاقتصادية والاجتماعية والمكانة والتقاليد ديال الصحراويين مضبوطة، ما بقاش فيه يعني ممنوعات ولا محرمات.